يبدو أن الكتب التي تحتاج أو الكتب التي تتصف بالصفة الإسلامية كما يصفونها تحتاج إلى تنقية وتنقيح. الشيخ صالح، ما هو قولكم يحفظكم الله؟ لا شك أن الكتب كثيرة، ولكن الشأن في الكتب النافعة، الكتب الصحيحة التي ألفها أهل السنة والجماعة والعلماء الموثوقون بعلمهم ودينهم. ما كل الكتب يعتمد عليه، فعلى السائلة وغيرها من المستمعين إذا أرادوا أن يقتنوا كتابا أن يراجعوا أهل العلم ويسألوهم عن هذا الكتاب، هل هو صالح ويعتمد عليه أو ليس كذلك. ما كل كتاب يؤخذ ويقرأ ويعمل بما فيه، لأن هناك كتب ضلال وكتب تحريف وتبديل وتغيير خرافات. فيجب إن كان الإنسان يعرف أن يميز بنفسه بين الصحيح منها وغير الصحيح، فإنه يجب عليه أن يختار الصحيح الموافق للكتاب والسنة، ولا يقرأ الكتب المخالفة إلا من باب الاطلاع على ما فيها من شر لأجل التحذير منها. أما إذا كان الإنسان ليس عنده خبرة ولا بصيرة بما في الكتب، فإنه لا يجوز له أن يقرأ في كتاب إلا بعد أن يستشير أهل العلم، إلا إذا كان هذا الكتاب معروفا بالثقة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن الأربع، مسند الإمام أحمد، الكتب التي خرجها أهل الحديث وأهل المعرفة والبصيرة. نعم.